أهلا بكم في مال وأعمال، أنا دينا سالم. ضيفتي الليلة ماريانا عزمي المحللة المالية، سنتحدث معها عن أداء البورصة المصرية خلال الأسبوع وتوقعاتها خلال الفترة المقبلة. كما نستضيف السيد حسين محلل أسواق المال للحديث عن نتائج شركات التكنولوجيا العالمية والتي حققت أرباحا تفوق التوقعات. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار والموقع في 24 من يناير الماضي. ونشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجاح المباحثات والمفاوضات مع الجانب الروسي بشأن توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية ليشمل الشرق، بورسعيد والعين السخنة. وقال المهندس يحيى زكي رئيس منطقة قناة السويس أن توقيع العقد النهائي بنهاية العام الجاري لتأسيس شركة لإدارة المنطقة الصناعية الروسية ويأتي خلال زيارة ناجحة لوفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة المهندس يحيى زكي للعاصمة الروسية موسكو والتي انتهت صباح اليوم. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، ونحب نعرف بداية تفاصيل أكثر عن المفاوضات التي أجريت مع الجانب الروسي لتوسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية. مساء الخير لحضرتك. بالفعل احنا كنا في زيارة لروسيا لموسكو، كنا بنتكلم بخصوص المنطقة الصناعية الروسية بحيث ان احنا نضع بقى خطوات تنفيذية على ارض الواقع. كما تعلمين حضرتك ان هناك اتفاقية إطارية موقعة بين الحكومة المصرية والحكومة الروسية فيما يتعلق بتطوير حوالي 5 مليون متر في منطقة شرق بورسعيد. الاتفاقية دي أحد الأغراض الرئيسية لهذه الزيارة كانت وضع هذه الاتفاقية في صورة تنفيذ على أرض الواقع، وبالتالي بتتحول الاتفاقية من اتفاقية إطارية إلى عقد تشغيل بالفعل بين الجانب الروسي والجانب المصري. وده الحقيقة يعني أخذ جزء كبير من المباحثات وأخذ جزء كبير من المفاوضات واتفقنا على نقاط كثيرة، ما فيش تقريبا نقاط خلاف، وان شاء الله عقد التشغيل ده ينتهي خلال شهر سبتمبر او اكتوبر القادم بحيث ان قبل نهايه العام يكون بدا العمل بالفعل في تطوير المنطقه الصناعيه الروسيه. الحاجه الثانيه اللي هي كانت نقطه مهمه طبقا لطلب الجانب الروسي من فتره سابقه تناقشنا فيها واتفقنا عليها ووقعنا عليها بالاحرف الاولى بالفعل، هو امتداد المنطقه الروسيه ليس فقط في شرق بورسعيد، ولكن هم كانوا راغبين في ان يكون ليهم ايضا تواجد في منطقه العين السخنه بمساحه محدده، وبالتالي يعني تباحثنا في هذا الامر واحنا الحقيقه مش ممانعين، بالعكس احنا بنرحب بهذا الموضوع لان في انواع من الانشطه التي سوف تكون موجوده بالمنطقه الصناعيه الروسيه تتناسب اكثر مع منطقه السخنه عنها عن منطقه بورسعيد. زي ايه يا فندم؟ يعني لو حضرتك توضح لنا طبيعه النشاطات. يعني منطقه شرق بورسعيد بتتميز فقط بالصناعات الخفيفه والمتوسطه، لكن العين السخنه بتتميز انها ممكن تستحمل وتشتغل فيها صناعات ثقيله اكثر. البنية الأساسية متوفرة أسرع،
وده الحقيقه هيخدمهم ان هم يبتدوا يشتغلوا مباشره. حضرتك تعلم ان احنا عندنا تطوير كامل لمينا السخنه جاري حاليا، وبالتالي ده برضه هيكون له افاده كبيره الى من يعمل في منطقه السخنه، الربط مع خط السكك الحديديه، الربط مع الهاي سبيد ريل او القطار السريع، كل ده الحقيقه بيؤدي الى ان احنا يمكن يكون عندنا او ممكن يكون عندنا مجموعه من الصناعات المتميزه في منطقه السخنه ايضا. ممتاز. العامل الثالث والمهم جدا اللي كنا برضو تناقشنا فيه، ودي الحاجة الحقيقة خطوة إيجابية جدا من جانب الروسي، هو أن أصبح عندنا شركة اللي هي شركة تب آر إف، اللي هي تعتبر زي مؤسسة وطنية روسية تتبع الحكومة الروسية. هذه الشركة هتلعب دور كبير في تمويل المتواجدين الشركات الروسية المتواجدة جوه المنطقة الاقتصادية، وبالتالي هتدي البعد الاقتصادي والبعد التنموي للمنطقة الاقتصادية، وبالتالي هي اللي هتوقع على العقد التشغيل مع المنطقة الاقتصادية إن شاء الله بعد ما ننتهي من العقد بكامله. وبالتالي الحقيقة الزيارة اللي انتهت الحقيقة من كم ساعة فقط، كان يعني النتائج الأساسية بتاعتها الثلاث نتائج اللي أنا بتكلم عليهم، إن هو تفعيل الاتفاقية بالفعل وبدء العمل على أرض الواقع، ثم امتداد او يعني اضافه منطقه في العين السخنه، واخيرا ان احنا ايضا عندنا شركه الفيم ار اف الروسيه اللي هي هتكون المطور الرئيسي الروسي الذي يعمل من خلاله مجموعه الشركات. تبدو الاشاره ان في هذه الزياره ايضا التقينا بحوالي 8 او 10 شركات من صناعات متنوعه، اللي هم هيكونوا يعني ان شاء الله باكوره الشركات التي سوف تبدأ العمل في المنطقة الاقتصادية لما يتقدموا بقى بالأوراق بتاعتهم والمشروعات بشكل مكتمل بإذن الله. أخبار رائعة، شكرا جزيلا لوجودك معنا المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء صندوق التنمية الحضرية، وينص مشروع القرار على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق التنمية الحضرية، يتبع رئيس مجلس الوزراء ويعد هيئة عامة اقتصادية وتكون له الشخصية الاعتبارية ومقره القاهرة الكبرى، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في المحافظات. ويستهدف الصندوق العمل على تطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني في إطار القوانين والقرارات المنظمة والحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز منها، والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة ونشاطات. وللمزيد ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الدكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي. أهلا وسهلا دكتور فرج، ونحب بداية أن نعرف المشاهدين بصندوق التنمية الحضرية. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بحضرتك السادة المشاهدين. بداية الصندوق هو يتولى التنسيق التام ما بين الجهات المعنية فيما يتعلق بالتنمية الحضرية. يمكن خلينا نشير إلى أنه في صندوق بالفعل اسمه صندوق تطوير العشوائيات. الصندوق كان بيعمل على تطوير المناطق الأولى بالرعاية، ويمكن كانت البداية بالمناطق اللي احنا شفناها في القاهرة وعملية الإخلاء وعملية يعني تبديل سكن ملائم للمواطنين بهذه المناطق. الصندوق هيحل محل صندوق تطوير العشوائيات، بالإضافة أنه هيبقى في عدد من المميزات او من الاهداف الجديده اللي هتتم على الصندوق، منها انه هيكون في شراكه ما بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، بحيث انه يكون في تحقيق للاهداف التنمويه اللي بتقوم بها الدوله في المجال العمراني، بالاضافه الى الاخذ في الاعتبار الميزه النسبيه لكل منطقه مستهدفه. لو كنا بنتكلم على القاهره الكبرى او حتى المناطق الريفية المستهدفة وفقا لمبادرة الرئيس والبرنامج القومي لتطوير الريف المصري، بالإضافة طبعا إلى المتطلبات كل منطقة بتختلف عن الأخرى. ويمكن كمان الصندوق الجديد هياخد في اعتباره يعني من ضمن أهدافه يعني أنه هيحد من النمو العشوائي اللي موجود في القرى الكبرى اللي موجودة في الريف المصري. ويمكن ده يعني ده
من ضمن الأهداف الجديدة اللي هتبقى مضافة إلى أعباء ومهام الصندوق، على عكس طبعا ما كان قايم بيها صندوق تطوير العشوائية. طيب كيف سيسهم الصندوق إذن في التطوير في محافظات مصر المختلفة؟ هياخد في اعتباره الميزة النسبية لكل منطقة، وهياخد في اعتباره ازاي نقدر يعني نعزز من مساهمة المنطقة دي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبناء على هذا هيقوم بعملية التطوير العمراني اللي هتبقى موجود، بما يتلائم طبعا ولا يتعارض مع القوانين المنظمة، سواء كنا بنتكلم على قانون البناء أو الجهات المعنية بالتراخيص زي المناطق العمرانية الجديدة والإسكان إلى آخره. وكمان هيدي ميزة نسبية إنه الأعضاء اللي هيبقى موجودين في الصندوق هيبقى منهم الناس اللي موجودة في المكان، فهم هيبقوا بمثابة الرقيب على أداء الخدمات في المنطقة، وبالتالي هم هيبقى أولى بإن هم ينادوا بالأهداف ويحققوا متطلبات الشارع مباشرة. شكرا جزيلا لوجودك معنا الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي. أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريرا حول الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لمشروع حياة كريمة، والذي يستهدف تطوير الريف المصري بالكامل المحتضن لنحو 58% من سكان مصر بموازنة غير مسبوقة تتخطى 700 مليار جنيه. ويسهم المشروع في خلق بيئة عمل إنتاجية، كما يعزز الشمول المالي، وهما من الأهداف الرئيسية لرؤية الدولة 2030. ولضمان استدامة التنمية في القرى المستفيدة من المشروع، يتم العمل ضمن حياة كريمة على تكوين بنية معلوماتية للقرى محل التطوير، مع تأسيس قاعدة بيانات قوية بالمواطنين والنشاطات التجارية. وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد شادي، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. دكتور محمد، دائما هناك بعد اقتصادي لأي مشروع، وحياة كريمة هو من تلك المشروعات التنموية الاجتماعية في المقام الأول. إذن ما العوائد الاقتصادية للقرى المستفيدة من المشروع؟ أهلا بحضرتك من المشاهدين أولا. ثانيا، حياة كريمة أصلا جاي علشان يعني يخدم القرى زي ما حضرتك قلتي، وفي نفس الوقت يشغل الشركات البنا والتشييد، لأن زي ما حضرتك عارفة قطاع البنا والتشييد هو القطاع قاتلة الاقتصاد المصري، فعشان يخدم الطرفين في نفس الوقت. حضرتك عارفه ان قطاع البناء والتشييد بيشهد تباطؤ يعني الفتره اللي فاتت دي بسبب كورونا من ناحيه، وبسبب قرار تنظيم اعاده تنظيم قطاع البناء بالكامل، فدي الناحيه دي عشان يشغل الشركات. بالنسبه بقى للقرى، اولا القرى هيتعاد صياغتها من الاول من جديد، هيتعمل فيها طرق، هيتعمل فيها خدمات، هيتعمل فيها تطبيق للترع، هيتعمل فيها مراكز معلوماتيه، مراكز الكترونيه لتقديم الخدمات للمواطنين، هيقرب على المواطنين المسافات في استخراج اوراقهم وقضاء حوائجهم اللي بيضطروا يروحوا فيها لاقرب مركز او لاقرب عاصمه من عواصم المحافظات. بالتالي ده هيعمل عندي نوعين من التنميه. اولا هيخلق نوع من المشروعات الصغيره والمتوسطه اللي هيدعمها صندوق دعم صندوق دعم المشروعات المتوسطه، الصغيره والمتوسطه في مجلس الوزراء، والدعم النقدي اللي هيقدمه حياه كريمه، وفي نفس الوقت هيأهل القرى هيدخل البنيه التحتيه في القرى لاستقبال هذه المشروعات، من اول بقى ما يدخلهم الصرف الصحي، من اول لما يدخلهم الميه المنتظمه، لغايه لما يرسوا الطرق، لغايه لما يوصل الانترنت، بحيث ان هو يقدم البنيه التحتيه اللي تبدا تساعد على خلق بيئه العمل نفسها، او خلق الخطوه الاولى لبدء الاعمال. الاستدامة تبقى دائما عنصرا رئيسيا في أعمال التنمية، برأيك ما العوامل التي تدعم الاستدامة في هذه المشروعات؟ أولا الاستدامة يعني مستهدفة أقصى على أكثر من محور. أول حاجة محور المية، زي ما حضرتك عارفة المشروع بيستهدف أول حاجة تطوير الترع في إدارة مصر،
دي اول حاجه. ثاني حاجه بيستهدف استخدام الطاقه النظيفه في بعض القرى، يعني بعض القرى النائيه او البعيده عن الشبكه القوميه للكهرباء، المشروع هيوصل لها الكهرباء عن طريق محطات للطاقه الشمسيه. الحاجه الثالثه بعض الاعمال، سواء بقى الاعمال اليدويه او الاعمال الحرفيه او الاعمال بتاعت الاقتصاد الاخضر اللي بتقدم مدخلات للانتاج في بعض الصناعات، هيبدا يشتغل الـ 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 يعني بتبدا باعمال عائليه هتشتغل اللي يمولها البرنامج هتبدا تشتغل فيه هذه القرى. فيبقى عندنا ثلاث محاور، اول حاجه من حيث العمل في خلال منتجات الانتاج، ثاني حاجه العمل على حفظ الموارد زي الميه، والعمل على استخدام الطاقات النظيفه في توليد الكهرباء خصوصا الطاقه الشمسيه. محور ميه كمان هندل معاه شبكات الري الجديده اللي بتحافظ على الميه من الاهدار والري الجائر وهكذا. شكرا جزيلا دكتور محمد شادي، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. عقد وزير البترول اجتماعا مع وفد من شركة سيمنز الألمانية لبحث سبل التعاون والعمل المشترك بين قطاع البترول والشركة في مجالات التحول الرقمي وتطبيق الحلول التكنولوجية المتطورة في إدارة منظومة العمل بالمشروعات البترولية. وأكد وزير البترول أنه جار حاليا تنفيذ مشروع لربط مصافي تكرير البترول رقميا بهيئة البترول من خلال نظام حديث يتيح سهولة وسرعة تداول المعلومات والوقوف لحظيا على عملية التشغيل ومتابعتها، بما يؤدي إلى الوصول لأعلى درجات المرونة والكفاءة في التشغيل لمصافي التكرير. توقع عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا تضاعف حجم الاستثمار في قطاع الشركات الناشئة المصرية خلال العام الجاري. وقال محفوظ إن الهيئة نجحت في اقتناص 26% من عدد الصفقات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة تتخطى 190 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي فقط، أي ما يعادل ما حصدته الشركات الناشئة المصرية خلال العام الماضي بأكمله. والمهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لإتيدا ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة. مساء الخير مهندس عمرو، ما دلالة هذا الحجم من الصفقات؟ أهلا بك أستاذة دينا، تحياتي لحضرتك وللسادة ضيوفك. الحقيقة أنه يعني إحنا بنشهد نمو مطرد في قطاع الشركات الناشئة. يمكن إحنا على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا حجم الاستثمارات الضاعف، ومن سنة لسنة حجم النمو بيزيد أكتر من 30%. وإحنا زي ما حضرتك قلتي إحنا السنة دي لغاية يمكن هذه اللحظة حجم الاستثمارات هو يعني حصلنا الحجم بتاع سنة 20 بالكامل، وبالتالي إن شاء الله متوقع إن إحنا السنة دي هنعمل يعني مبلغ أكبر بكتير من اتعمل السنة اللي فاتت، يمكن يوصل للضعف، لأن إحنا بنشوف السنة دي إنه الصفقات الأرقام بتاعتها بقت أكبر مما كنا بنشهده قبل كده. يعني حجم الاستثمار اللي بتحصل عليه كل شركة في دورة واحدة من دورات الاستثمار، بقينا بنشوف حجم استثمارات في الدورة الواحدة 10 مليون دولار و15 مليون دولار ما كناش بنشهده، وده السبب في النمو السنة دي. وده الحقيقة معناه إن في ثقة زيادة في الاقتصاد المصري، في ثقة زيادة في الشباب المصري وقدرتهم على الإبداع، عندنا قدرة على اكتساب استثمارات. ويمكن برضو أنا أحب أنوه انه احنا عدد الاستثمارات الخارجيه في هذا القطاع او كنسبه حوالي 32%، وبالنسبه لدول اخرى في نفس المنطقه الرينج بيتراوح من 18 ل 20%. نعم. ده معناه ان احنا قادرين على جذب استثمارات اجنبيه اكبر من بقيه المنطقه. طيب ممكن تطلعنا عن تفاصيل صرف الهيئة للمساندة التصديرية لشركات التكنولوجيا عن صادرات 2019؟
احنا يمكن السنه دي بنصرف دورتين مجتمعين في سنه 2021، فاحنا في النصف الاول من هذا العام صرفنا المسانده التصديريه عن عام 2019، واحنا السنه دي بنصرف حوافز اضافيه للتكنولوجيات البازغه زي الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء وكذلك للامن السيبراني، وبندي حوافز اضافيه للشركات التي تعمل في المحافظات بخلاف القاهره واسكندريه، وكذلك الشركات اللي بتعمل في المناطق التكنولوجيه. ايضا احنا السنه دي بندي حافز تصدير للشركات الناشئه، واستثنينا الشركات اللي هي عملت المقر الرئيسيه بتاعتها خارج مصر بشرط ان يكون الشركة القوام الرئيسي بتاعها مازال في مصر، وده الحقيقة اللي احنا بنشاهده في عديد من الشركات. شكرا جزيلا لمشاركتك معنا المهندس عمرو محفوظ رئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. وقعت شركة سويفل المصرية المتخصصة في خدمات النقل الجماعي التشاركي اتفاقا نهائيا للاندماج العكسي مع شركة كوينز جامبت الأمريكية بقيمة $1.5 مليار، وستطرح لأول مرة في بورصة ناسداك، حيث تعمل سويفل حاليا في 10 مدن في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتقدر إيراداتها العام الماضي بنحو $26 مليون. وتتوقع سويفل أن تسجل إيرادات بنحو $79 مليون العام الجاري. ونحن في مال وأعمال، كان لنا لقاء مع مصطفى قنديل مؤسس سويفل في أواخر عام 2018، وكان يطمح آنذاك إلى الوصول بحجم أسطول الشركة إلى أكثر من 4000 حافلة نقل في مصر بنهاية 2019، هذا طبعا بالإضافة إلى التوسع إقليميا. أعلن جهاز حماية المستهلك بدء موسم التخفيضات الصيفية بداية من الاثنين الموافق 2 أغسطس 2021، ويستمر لمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين، وذلك بعد بدء فترة التخفيضات الصيفية. وحذر رئيس الجهاز التجار من التلاعب في المنتجات أو تقديم عروض وهمية في تخفيضات الأسعار على غير الحقيقة خلال فترة الأوكازيون، و ستكون إدارة مراقبة الأسواق بالجهاز يعني مستعدة لتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. سريعا نتابع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري. مشاهدينا فصل قصير، نلتقي بعده ماريان عزمي المحللة المالية لتحليل أداء السوق، كونوا معنا. أهلا بكم من جديد، وتشرفنا في الاستوديو للتعليق على أداء البورصة المصرية ماريان عزمي المحللة المالية. أهلا وسهلا يا ماريان. وطبعا في إغلاقات البورصة المصرية النهاردة كان في تراجع في المؤشر الرئيسي EGX30 20%، لكن في المقابل في ارتفاعات جيدة جدا في المؤشر السبعيني 1.8%، وأيضا مؤشر المئة وقيمة الدولات تجاوزت 2 مليار جنيه. خلينا نعرف تقييمك للأداء بشكل عام. هو بشكل عام احنا اللي حاصل في جلسة النهاردة تقريبا بقالنا سنة تحديدا بيحصل، احنا شايفين المؤشر التلاتيني ما فيهوش ارتفاعات قوية بتناسب الارتفاعات اللي موجودة في السبعيني، وده لأن حركة الأموال بقيت موجودة في المؤشر السبعيني
او الاسهم الصغيره والمتوسطه بنسبه اكبر. ليه؟ لان انا عندي السوق دلوقتي حصل فيه نوع من انواع الركود في خلال السنه اللي كان فيها كورونا، فبطبيعه الحال كانت المستثمرين الصغار اللي ما بيحبوش يستنوا لفترات طويله ابتدوا ان هم يتحركوا شويه، ومع بعض الاخبار الداخليه للشركات ابتدى يحصل فيه ارتفاعات قويه للاسهم زي ما احنا شفناها. فمنطقي جدا ان هو ده الجاذب الحقيقي للارتفاعات اللي بتحصل على المؤشر السبعيني والاسهم الصغيره والمتوسطه حتى اللي مش موجوده في السبعيني. في المقابل التلاتيني لسه احنا بنتوقع له ان هيكون في حركه قويه وحلوه جدا وهنعدي بيه مستوى ال 12000 بسهوله، ولكن مستوى ال 11200 مش من السهل ان نعديه لان هو وقعنا منه مره قبل كده وقعدنا في حركه عرضيه هتقعد فتره اطول علشان يكون في ضخ اموال او نقدر نقول ايه شراء تكاملي ينفع يرفع المؤشر لفوق ال 11200. ماذا تعني بالشراء التكاملي؟ يعني مش شراء علشان خاطر ابيع بعد جلسات قليله، لا، شراء للاحتفاظ، يعني شراء علشان ابيع بعد سنه، بعد سنه ونص، هو ده اللي هيخلي فيه المحافظ والمؤسسات الماليه، المحافظ الكبيره هيكون فيه عندها قوه ماليه انها مش بتعمل تريدنج في الاسهم، مش مضاربه يعني، مش مضاربه. وده على عكس اللي بيحصل في الاسهم الصغيره والمتوسطه اللي مخلي المؤشر السبعيني يطلع. طبعا كان في تعديل في حساب المؤشر التلاتيني، اتصور ده التعديل الدوري. ده تعديل طبيعي جدا ومش يعني انا رايي الشخصي ان هو مش ذو تاثير قوي على الاسهم سواء كانت الاسهم الصغيره والمتوسطه او الاسهم الكبيره. المؤشر هو نفس الانطباع، يعني بعض الاسهم الحركه اللي فيه مش ما فيش فيه ما يدعو ان يكون في رؤيه مختلفه. خلينا نتكلم عن القطاعات، كان في تراجع في قطاعات الصناعه والخدمات الماليه والعقارات وايضا القطاع الطبي ما بين 5 و9%، ايه الاسباب ورا ده؟ القطاعات دي لو جينا بصينا عليها هنلاقيها ان هي القطاعات المكونه لمؤشر تلاتيني بصوره مهمه او بصوره اساسيه. فبالتالي بما ان القطاعات دي هي اللي بترجع هنلاقي المؤشر هو اللي بيرجع، بما ان الاسهم الكبرى او ذات الملاءه الماليه الجيده هي اللي فيها نوع من انواع بطء في الحركه او نقدر نقول مفيش تفاعل قوي مفيش نشاط قوي، هنلاقي ان طبيعي جدا ان هذه القطاعات بتمر بمرحله من الركود. ولكن لما يبتدي الاسهم بتاعه ال 30 تطلع او المؤشر يتحرك هنلاقي الاسهم دي مش هنعرف نجيبها. يعني ايه؟ يعني الاسهم دي في كل احوالها بتكون جيده، اي نعم قد تكون بطيئه الحركه شويه مش يعني. مش عامله ارباح زي ال 70 دلوقتي ولكنها اكثر امانا، لو حبينا نخرج منها في اي وقت بنخرج منها ما بيقفلش علينا السهم، وفي نفس الوقت مع صعودها الصعود بيكون أكثر أماناً ما هواش بفعل مضاربات. صحيح. طيب خلينا نقف شوية مع القطاع العقاري لأنه أكيد حضرتك متابعة وكل الناس متابعة هذه الفورة في المشروعات العقارية، ودايماً ربما في فصول أو مواسم معينة بتكون في يعني عروض كثيرة أو عرض متزايد من الوحدات، وبنشوفها دلوقتي في مناطق المصايف في الساحل الشمالي تحديدا. خلينا نعرف من حضرتك يعني رؤيتك لهذا القطاع بشكل عام وايضا تفسيرك لمستويات الاسعار. هو مبدئيا الفصول اللي بينشط فيها التداول او التعامل على القطاع العقاري بيع وشراء الوحدات هو عاده فصل الصيف، لأن في العائدين من الخارج بينزلوا يقضوا بعض الأجازات ومعهم سيولة، فهو بيحصل نقدر نقول حركة كبيرة في القطاع العقاري. في حاجة كمان مهمة، إحنا في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا يمكن من قبل كورونا وإحنا بنشهد في القطاع العقاري نوع من أنواع الركود، ولكن ركود بتعرفنا إحنا تعرفنا إحنا كمصريين، حركة البيع والشراء قليلة لكن الأسعار ثابتة. الأسعار نقدر نقول عليها فيها ثبات عند مستوى عالي ومفيش بيع وشراء بصورة قوية. طبعا جت موضوع كورونا وكمل على الموضوع وخلى فيه هدوء تماما. دلوقتي الدنيا ابتدت تتحرك تاني. اعتقادي الشخصي اني ما زلنا في البوم ده هيفضل معايا شوية تاني. الموجة الجاية من البوم دي هتكون لي
متوسطي الدخل او الوحدات المتوسطه مش العاليه قوي، مش ذات الرفاهيه العاليه. ليه؟ لان دي وصلت بالفعل الى مستويات من الاسعار قياسيه جدا، وما اعتقدش ان فيها بوتنشال او يعني مسافه صعود مره تاني. لو جينا حسبناها بالورقه والقلم ماليا هلاقي ان الاسعار اللي بتتباع بيها الوحدات النهارده هي الاسعار قيمتها ما بعد 10 سنين. طيب ولكن عفوا، ولكن المتوسطه هي اللي لسه قدامها ارتفاعات، ولما تحصل الارتفاعات في المتوسطة هنا هنلاقي السوق كله حصل فيه زي البابل أو زي الفقاعة وهيبتدي ينهار تاني، ما لم يحدث عامل خارجي بزيارة مثلا أو بعض الأصدقاء مستثمرين مثلا مستثمرين من الدول العربية يدخلوا يعملوا موجة جديدة من الارتفاعات. طيب مريان، احنا بنترقب اجتماع الفايدة، ايه هي التوقعات بخصوص اسعار الفايدة؟ اعتقد ان المرة دي هيحصل فيه تخفيض لاسعار الفايدة، وده لتحجيم شوية سوق المال او سوق النقد. احنا الفترات اللي فاتت شهدنا باكتر من مرة، وده كان شيء صحي جدا ان يحصل ثبات في اسعار الفايدة مع التطورات اللي كانت بتحصل سواء كان على الاصعدة الداخلية او الخارجية. المرة دي انا اتوقع شخصيا ان يحصل تخفيض بنسبة نص، وده علشان نواكب يعني الجزء المالي اللي لسه بنحاول ان يحصل فيه نوع من انواع الاستثمار. احنا بنواجه الاستثمار دلوقتي بصورة او باخرى، وخصوصا في سوق المال، فاعتقد ان الكفة ترجح شوية التخفيض. ايه هي الرؤية بخصوص تداولات الاسبوع المقبل، بالذات اننا بدأنا بالفعل موسم الاجازات وبتكون يعني وفقا للبعض الحركة بطيئة بعض الشيء؟ هو أنا أختلف معاكي في الرأي شوية. أنا شايفة أن الحركة مش هتكون بطيئة، هي هتكون في نشاط، ونشاط يمكن الصيف دوت من إحنا عادة موسم الصيف في البورصة ما بيبقاش ذات نشاط عالي. الصيف ده لا، إحنا شايفين النشاط عالي بصرف النظر عن ارتفاعات أو انخفاضات، لكن النشاط في حد ذاته عالي، حجم التداولات عالية جدا، في تعطش أنه الناس ترجع تاني. ده حقيقي، ده حقيقي بعد الفترة اللي كانت فيها مشاكل بسبب كورونا. الأسهم السبعينية أو نقدر نقول أسهم المؤشر السبعيني أو الصغيرة المتوسطة لسه مكملة معايا، أعتقد على نهاية العام هنشوف ارتفاع جيد جدا قوي للمؤشر الثلاثيني، بس لسه قدامه شوية من الشراء، لكن السبعيني أعتقد أن لسه قدامنا مسافة حلوة نشتغل فيها. شكرا جزيلا مريان عزمي المحللة المالية على وجودك معنا. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، ونحن نبقى معكم في مال وأعمال. للمزيد سنلقي نظرة على النتائج الجيدة جدا لشركات التكنولوجيا العالمية بعد قليل، كونوا دائما معنا. أهلا بكم من جديد. حققت العديد من شركات التكنولوجيا أرباحا جيدة خلال الربع الثاني من العام الجاري. بلغت مثلا أرباح أبل 21 مليار و740 مليون دولار، بينما نمت أرباح تسلا بنسبة 1000% مسجلة مليار و140 مليون دولار. أيضا شركات مثل جوجل ومايكروسوفت حققت إيرادات كبيرة خلال الربع الثاني، وهو ما يشير إلى استمرار استفادة أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير من جائحة كورونا. نتحدث أكثر عن هذا القطاع مع ضيفي هنا في الاستوديو السيد حسين، محلل أسواق المال. أهلا وسهلا بحضرتك. وفي البداية نحب نعرف تقييمك لنتائج عمالقة شركات التكنولوجيا العالمية. مرحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين. طبعا نتائج الأعمال جاءت فقط توقعات المحللين، شفنا تطور كبير في نتائج أعمال أبل كما ذكرتي 21 مليار دولار، أيضا نتائج أعمال مايكروسوفت جاءت قوية جدا بحوالي 11 مليار دولار، وأيضا نتائج أعمال ألفابيت جوجل وصلت إلى 26 مليار دولار. الأرباح ما زالت تتعافى بشكل كبير وتحقق مستويات قياسية،
وده بسبب زيادة الطلب بشكل كبير جدا على قطاع التكنولوجيا، وبسبب وجود بعض الشركات والحكومات لطلب على قطاع التكنولوجي خلال جائحة كورونا عزز من نتائج الأعمال. وباعتقاد معظم المحللين أن نتائج الأعمال قد تستمر في التعافي خلال عام 2021، ولكن هناك بعض التشككات من استمرار هذا التعافي من هذه المستويات القياسية وتحقيق أرقام مزدوجة مليارية خلال هذا العام. ده علشان انتشار التطعيمات؟ ومش عشان انتشار التطعيمات بس، احنا شفنا نتائج الأعمال اتحققت بشكل كبير بسبب عدة أسباب، منها أولا توجه الشركات لعدة الهيكلة وعمليات الاستحواذ الكبيرة اللي حصلت خلال الفترات الماضية، خاصة على جراء الأزمة العمالية العالمية في 2008، وتركيزها على عدة الهيكلة في قوائم المالية ومعالجة الخلل الكبير. شفنا تطور في بعض المؤشرات زي الكاش تيرن اوفر والكاونتر سيبل تيرن اوفر، وده اللي عزز من مؤشرات الربحيه ومؤشرات النمو على الشركات. لكن دائما بنرى ان عند وصول الى قمم لابد من التصحيح. هل سيستمر الطلب على هذا القطاع؟ هل هتستمر نتائج الاعمال في التطور؟ هناك بعض التخوفات، خاصه ان لم نشهد اداء وتفاعل قوي على اسعار الاسهم خلال إعلان نتائج الأعمال. شفنا استقرار وهدوء، المستثمرين يترقبون، وهناك بعض عمليات عدة التمركز للتوقع أن ممكن نشهد عمليات تصحيح على المؤشرات العالمية خلال الفترة القادمة. طبعا جائحة كورونا رسخت لوجود التكنولوجيا في عالمنا، حتى القطاعات اللي كانت بعيدة عن التكنولوجيا أصبحت مضطرة للتعامل معها. في بعض المحللين بيروا أنه مع انتشار التطعيمات ورجوع الحياة إلى طبيعتها تدريجيا هيكون الطلب على هذه الشركات أقل، لكن في البعض الآخر بيقول أنه أصبح التعامل مع التكنولوجيا هو الواقع الجديد، لذلك لا سبيل غير النمو المستمر في هذا القطاع. عشان نكون واضحين، الطلب على قطاع التكنولوجيا هيستمر، ولكن وتيرة الطلب هي اللي احنا بنشكك فيها بعض الشيء، ممكن تتباطأ بعض الشيء، ممكن تتباطأ بعض الشيء، ممكن نشوف بعض التراجعات في نتائج الأعمال، خاصة ان التعويل الكبير على سياسات التيسير الكمي اللي اكتشفها البنوك المركزية خلال الفترة الحالية. هل هتبتدي في تراجع في مستويات التيسير الكمي قريبا، كما شاهدنا كان في تخوفات في الأسواق خلال الشهر الماضي؟ في حال بدأت البنوك المركزية في تبني سياسات أقل تحفيزا وتيسيرا في الأسواق، قد نشهد بعض التداعيات على قطاعات مختلفة من قطاع التكنولوجيا لوقت قصير من الزمن. ولكن بالمجمل الاقتصاد العالمي في حاجة إلى التكنولوجيا، وليس تكنولوجيا المعلومات فقط، التكنولوجيا الحيوية، الحوسبة السحابية، وبعض الأمور التكنولوجية الأخرى، خاصة إن احنا بنشهد في الفترة الأخيرة توجه كبير للقطاع، عمليات استثمار كبيرة جدا. شفنا خلال الربع الأول من العام عمليات طرح وطروحات خاصة في الأسواق العالمية في قطاع التكنولوجيا، خاصة وجود 80% من الطروحات العامة والخاصة خلال الفترة اللي فاتت كانت على قطاع التكنولوجيا. باعتقادي أن المستثمر ينظر إلى المستقبل بنظرة إيجابية على قطاع التكنولوجي، ولكن قد نشهد بعض المعوقات أو بعض التقلبات خلال المدى القصير. طيب المنافسة مع الذهب يعني كأوعية استثمارية، من سيرجح كفته، أسهم التكنولوجيا أم الذهب؟ عشان أكون صريح معاكي، المعادلة ممكن تبقى مش عادلة أو صعبة شوية. الذهب يعتبر ملاذ آمن، أداة للتحوط ضد التضخم، بنشهد أنه هو ملاذ آمن لأثناء الأزمات. باعتقادي أن الأسهم هي أفضل أداة للنمو خلال العصر الحديث. شفنا الثروات اللي جناها كبار رجال الأعمال والأغنياء وأثرياء العالم من خلال الأسهم. باعتقادي إن الأسهم ستستمر في النمو، تشهد بعض التقلبات. نظرتنا على الأسهم نظرة طويلة المدى، لكن ينبغي على المستثمر ومن يرغب في الاستثمار في أداة مالية لها قيم قوية جدا في المستقبل، ولكن تشوبها بعض المخاطر على الأجل المتوسط والقصير، أنه يحط في اعتباره أنه يكون في عنده آليتين مهمتين جدا في تكوين محفظته الاستثمارية، وهي التنويع والتوزيع. أن أنا أبتدي أبص لبعض القطاعات
المختلفة وابتدي أختار قطاعات متنوعة، وفي خلال اختياري لهذه القطاعات أنوع وابتدي أوزع استثماراتي على مختلف أسهم أو دوات مالية مختلفة. باعتقادي أن استمرارنا لاستهداف أسواق الأسهم هيفضل مستمر خلال الأعوام القادمة، ودي نظرة من المؤسسات العالمية. لكن قطاع التكنولوجيا بشكل عام كم هي النسبة التي توصي بأن تكون موجودة لدى محفظة المستثمر في الأسهم؟ عامة في محفظة كوناها في سنة 2011 كانت قطاع التكنولوجيا بيمثل حوالي 20% من إجمالي الاستثمارات، ودي نسبة مش قليلة، لأن لما نيجي نبص على الدايفرسيفيكيشن بشكل عام دي أكبر كتلة موجودة في الاستثمار في هذه المحفظة. وباعتقادنا قطاع التكنولوجي في الأسهم يعتبر واعد، ونشهد أي انخفاضات هتكون فرصة لبناء مراكز جديدة في المستقبل. شكرا جزيلا السيد حسين محلل أسواق المال على وجودك معنا. مشاهدينا، يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لمناهضة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر. وفقا لدائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، بلغ عدد المهاجرين الدوليين على مستوى العالم نحو 272 مليونا في 2019، بزيادة قدرها 51 مليون منذ عام 2010. ويشكل المهاجرون الدوليون حاليا نحو 3.5% من سكان العالم. ينضم إلينا مباشرة من برج القاهرة مراسل إكسترا نيوز إبراهيم عزت لمزيد من التفاصيل. أهلا وسهلا إبراهيم. أهلا دينا. مصر اليوم تشارك العالم أجمع بالتذكير بهذه الجريمة والتنبيه بهذه الجريمة، تزامنا واليوم العالمي لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر. هذه المشاركة بتتمثل بإنارة برج القاهرة بهذه الرسالة التي يستطيع المواطنون وهم يعني في أكثر من منطقة أن يشاهدوا هذه الرسالة، هكذا كما تتابعون على الهواء مباشرة، معا ضد الإتجار بالبشر. الدولة المصرية كانت قد اتخذت بعض الخطوات الملموسة تجاه هذا الموضوع خلال السنوات الماضية. بنتحدث على إطلاق اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر. هذه اللجنة التي معنية أكثر بالتأكيد على أهمية استمرار جهود رفع مستوى الوعي زميلتي دينا بهدف الجريمة بهذه الجريمة وأشكالها، والعمل أيضا على تجنب حدوثها وتوفير خدمات الرعاية والمساعدة اللازمة لحماية الفئات المستضعفة. العديد من البرامج كانت أطلقتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، والمبادرات أيضا متمثلة في الأجهزة المختلفة والوزارات المختلفة. نتحدث أيضا عن وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج التي أطلقت عدد من المبادرات، لا سيما مبادرة مراكب النجاة لمحاربة هذا الموضوع. أيضا خطوات ملموسة لهذا الموضوع من قبل الدولة المصرية، يعني حفاظا على أرواح المواطنين ولتجنب هذه الجريمة اللا إنسانية كما وصفت عالميا. إليك دينا. شكرا جزيلا الزميل إبراهيم عزت على هذه المتابعة من أمام برج القاهرة. شكرا لك مشاهدينا، وهكذا نصل لنهاية مال وأعمال لهذه الليلة. أشكركم جزيلا على المتابعة، ونتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة.